تعليلة تهدف إلى جمع الناس من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ليتشاركوا الأفكار والاهتمامات بهدف إخراج الأفكار من الحيز الشخصي إلى باقي أفراد المجتمع. فالهدف تبعها إنه ندمج، نعطي مساحة للناس نحتفل ببعض وبقدراتنا نحن كمجتمع إيش ما كانت خبرتنا، ونفس الوقت نقدر نشبك هدول الناس مع بعض، ورح تشوفوا إنه في ناس من فئات مختلفة من المجتمع يجوا يسمعوا من بعض، يمكن عادة ما في فرص عشان هنن يتلموا يسمعوا لبعض. والتعليلة هي مساحة، الفكرة تبعتها مساواة، فكل شخص له 8 دقائق. في كتير ناس بيجوا يعني بيكتبوا هنن لحالهم بالبيت، وفجأة بيلاقوا مساحة بترحب فيهم فبحمسهم يجوا مرة ومرتين وثلاثة. في كتير ناس من الجمهور دائما بيجوا بيحكوا لي إنه روان أنا كنت كتير مهبط وبحس إنه ما بيطلع إشي من البلد وما بعرف إيش، بس إجيت للتعليلة وهيك رجعتي لي أمل. بس الواحد يعرف إنه كل واحد كان في حواليه طاقة إيجابية، هاي الطاقة الإيجابية بتخليك أنت إنك تحقق حلم أنت يمكن تكون أنت مش حاطه بالمرة. فأنا بيأمل وأنا صغيرة كنت دائما أجمع السكرز، كل السكرز صورة فيل وفار أكتب عليها قصص وحكايات. بيوم من الأيام في معلمة حكت لي بصف الثالث، بتذكر اسمها مس منال نتشة، إن شاء الله تكون عايشة يا ريت أنها تسمعني، حكت لي بيوم من الأيام أنت رح تصيري كاتبة. طبعا أنا يعني ما كنت يعني أعني لهذا الموضوع أي اعتبار، وكبرت شوي وكمان في لما صرت أكبر شوي صارت معلمة تحكي لي أنت كمان رسامة وفنانة، وكمان كنت أحكي لها لا، بس اكتشفت بعدين إنه وأنا بالجامعة بالمحاضرات صرت أرسم وأرسم أشياء، كمان طلعت إني بعرف أرسم، وإنه بعدين صرت يعني أعرف شوي شوي للكتابة. في تعليلة يتفاعل الجمهور مع المشاركين فيتعلمون من خبرات بعضهم ويبنون أفكاراً جديدة تتطور مع المشاركة، ويتم كسر الحواجز بين فئات المجتمع من خلال دمج ذوي الإعاقة وسكان المدن والمحافظات المختلفة معاً، بالإضافة إلى المناطق التي تعتبر من جيوب الفقر في المملكة مثل غور المزرعة. ففي كل شهر تعقد تعليلة في غور المزرعة وتعليلة أخرى في عمان. الهدف الأساسي من الوجود اليوم إنه نحكي للعالم إنه تفرجوا على ذوي الإعاقة على أنهم ناس قادرين على أنهم يقوموا بالإنجاز، مش أنهم ناس مثل ما للأسف المفهوم التقليدي أو الفكر التقليدي أنهم ناس غير قادرين على العمل. اليوم بدي أجي أحكي عن قصة نجاحي، أورجي العالم قدي إنه إحنا ممكن إنه نقدر نوصل، ولكن بهمة الناس اللي حوالينا وبنفس الناس اللي حوالينا ممكن إنه إحنا نقدر نوصل ونعمل. إحنا بحاجة للناس لتعمل معنا مش الناس تعمل علينا، احنا بحاجة للناس تفكر معنا مش الناس تفكر عنا. وجودي اليوم حتى نحكي للناس طلعوا لذوي الإعاقة، انظروا لذوي الإعاقة على انهم ناس قادرين على انهم يقوموا بالإنجاز، ناس هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ناس المجتمع بدونهم ما بيكمل، ولكن ما تنظروا لهم النظرة السلبية انهم هم غير قادرين على العمل. انا اليوم بتعليلة لان بدي احكي عن حملة بلشتها باول شهر 10 اسمها العطاء بحب دف الصوف. هلا الفكره منها انه نعطي الناس لان بنحبهم مش لان شفقانين عليهم او بنمنن عليهم. فالحمله هي اساسها اني اعلم صوف للناس ويبلشوا يعملوا بايديهم اشياء يتبرعوا فيها، نفس الوقت انه انا ببيع ويعني على كل مبيعاتي بطلع نفسها تبرعات، يعني مثلا كل قطعه قدامها قطعه تبرع. فاجيت على تعليل اليوم عشان احكي عن الموضوع وننشر شوية حب طاقة حلوة. لا يقتصر دور الجمهور على التلقي، فبإمكان الحضور أن يشاركوا في أي تعليلة قادمة، كما أن وجودهم يفتح لهم آفاقاً لاكتساب معرفة جديدة، كما أن هذه المبادرة تعمل على فتح أفق أمام الجمهور لاحترام أفكار ومعتقدات الآخرين. وقد نجح التعليلة في كثير من المرات بتغيير نظرتهم اتجاه بعض الأفكار. والهناء والرجاء في هواك، في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما.
آلاء أبو حمدة، رؤيا.